اصحاب القرار في المباراه. قدرت تستغلهم بشكل كويس، قدرت تكسب بيهم المنافس وتفرضهم على المنافس، هتبقى المباراه بالنسبه لك سهله. طب الكلام اللي كابتن فاروق بيقوله ده كابتن ايمن، النهارده الزمالك هيعاني من غياب جزء فيه، يعني المهاره اشرف بن شرقي النهارده مش موجود، وهو فايق بعد ما رجع فريرا، وهو حتى عايز يوصل رساله للناس كلها انه ممكن يكون في مشكله لسه في التجديد وبتاع، لكن انا بلعب ومحترف وهقدم من فتره طيبه جدا لحد ما نشوف الدنيا رايحه فين. لكن قصدي انه النهارده هو مش موجود، هيعوضه ازاي فريرا؟ اشرف بن شرقي خويا الإلادة ان سيسي هيكون هو اللعيب البديل اللي في دماغه. خلي بالك المهاره والخبره، الذكاء بقى كمان بتاع اللاعب، طبعا لان في بعض اللعيبه ما بيكونش عندهم مهارات كافيه وخبرات متكامله، لكن عندهم ذكاء. وبرده ده انا وكابتن فاروق وكابتن عمرو نقدر نحكم لك، ذكاء اللاعب كمان بيحكم الاداء والتصرف. صح. احيانا صح. في الذكاء كمان عنصر خطير جدا، لانك مش شرط تكون الاحسن الاقوى لازم تكون الاذكى، بس الاذكى صح، لازم تكون الاذكى. في ناس كتيره جدا كانت بتتفوق بالذكاء قبل اي حاجه ثانيه، ودي عنصر خطير جدا، جنب طبعا المهاره، جنب طبعا الخبره. فلما يكتمل المثلث بكلمه الذكاء ده بتبقى بتكلم لعيب خطير تخاف منه. صح. ودول العباقره اللي في العالم. أيوة. اولهم زي ما بتشوف مثلا محمد صلاح، تقول عليه ذكي وسريع ومهاري، بس بتقول ذكي انت فاهم، وعنده رصيد من الخبرات ماتشات. دي التركيبه المثاليه. انا حابب قوي ان المحللين يرجعوا كلهم لكراسي المحللين ويخرجوا من كراسي الجماهير، لان عمليه النقد لما نيجي نوجهها للاعب في الملعب كمان لازم تكون حذره، فيها كمان سوري ادب، فيها فنيات. انا اللي بيني وبين اللاعب فنيات، مش اللي بيني وبين اللاعب حاجه تانية. يعني مثلا المسلوسي تم انتقاده بشكل عنيف جدا. الحمد لله اون سبورت بتتميز بالرقي في الاداء وفي التحليل، لكن عيب قوي ان الناس تنتقد لاعب انها تصل لبينا تهينه. لا، المسلوسي لعيب كويس، قد يكون اداؤه الفتره اللي فاتت مذبذب، عليه ضغوط، عليه توترات، عليه حاجات امكانياته لا تصلح، ومع مش ذنبه ان انت اشتريته. انت فاهم، لازم لما تيجي تنتقد اداؤه تنتقد اداؤه في المباراه في حدود المباراه، لكن ما ينفعش ان انت تعمم الكلام عليه وتصل ان انت تقدر يعني تقول كلام لا يليق. فالمحللين نتمنى ان هم يستعيدوا المنطقه الانسانيه في التعامل مع اي لاعب. من فضلكم راعوا ان هم بني ادمين، ما ينفعش ننتقدهم، وليهم اصحاب، وليهم اسر وليهم اصحاب. فلازم نختلف فنيا. لازم كان يرفع ازاي، كان لازم يفكر ازاي، خان وذكائه، لكن ما ينفعش اقول لا، ما ينفعش ده، ما لا يليق بكذا. والنادي الاهلي برضه عنده 2-3، ما ينفعش الانتقاد يبقى هذا الاسلوب. لازم نسترجع التحليل بالموضوعيه اللي فيه. بتفق معاك. مهم قوي ان احنا نتكلم، الزمالك عنده لعيبه ناقصه زي ما انت قلت بن شرقي، لكن عنده بدائل لازم تلمع فعلين فريرا، ولازم تثبت نفسها. ما انت برضو لازم نتفق ان لعيب الكره لازم يكافح عشان يصل لمكانه. طبعا ما ينفعش كل واحد مستني مكانه يجي له وهو قاعد، يجي له وهو باشا يعني. لا، لازم يتعب، وهو لازم يتعب. في النهارده سيسي لو ما تعبش ان ياخد فرصه ان بن شرقي مش موجود، لو ما تعبش ان يقول لو بن شرقي ماشي انا البديل الامثل، لو ما تعبش هيتعب امتى؟ صح. انت فاهم، في بدائل كتيره، لان عندنا لعيبه دلوقتي اصبحوا متحررين في الملعب جدا. تقدر زيزو تقدر تحطه في اي مكان، امام عاشور تقدر تحطه في اي مكان، ودي المكاسب بتاعت فريرا. صح. ان هو عنده لعيبه قادره انها تلعب في 3-4 اماكن. اي مدير فني انت بترتاح يا كابتن فاروق لما تلاقي لعيب عنده المرونه دي ويأدي لك في المكان. طبعا. مش بس يلعب لك في المكان. فريرا عنده تحديات كتيره، لكن لحد دلوقتي بيعدل من شخصيه ولاعيبه نادي الزمالك للاحسن باينه قوي. صح. وهو ده المنظور اللي نقدر نشوف منه. المسلوسي محتاج يشتغل على نفسه شويه. طبعا. من الناحيه البدنيه محتاج يشتغل على الفينشنج بتاعه، لان هو كان مميز قوي في الكرات العرضيه بتاعته. محتاج يساعدها. كل ده المسلوسي، التغطيه العكسيه محتاج يشتغل عليها بشكل احسن. قادر انه يوصل لكده. راجل لعيب دولي، انتوا بتتكلموا على لعيب دولي بالمناسبه، المنتخب تونس اللي رايح كاس العالم. بنتكلم، مش بنتكلم على حد عادي يعني. صح. الجبهات الناحيه الشمال، عبد الشافي او فتوح، دي جبهات هي المفاتيح الذهبيه بتاعت نادي الزمالك. ودي ناقصه الايام الاخيره. يعني رغم ان الزمالك وفريرا لقى الحل السحري، خلي بالك تغيير الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-3-3 دي عمليه صعبه. لان اللعيب المصري بصراحه ما عندوش المرونه التكتيكيه المتكامله ان يتحول ما بين الخطط بمنتهى السهوله جوه الملعب. لازم ياخد وقته وماتشات وديه وتمارين كتير. يعني فعمليه التحويل كانت رائعه، لكن محتاجين الجبهة الشمال تشتغل أكتر، الجبهة اليمين تشتغل أكتر، الزمالك، لأن الجبهات في فاركو مميزة.